كندافع على احد المتهمين في هذا الملف هذا. كما تتبعتم في هذه الجلسه تقدمنا بطلبين. الطلب الاول يرمي الى استدعاء ممثلي شركه البنكيه او شركه القروض، لان بعيدا عن الضجه الاعلاميه التي اثيرت حول هذا الملف وبعيدا عن الوقائع التي تم نشرها على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الاعلاميه والتي تضمنت يعني تحريف كبير للوقائع لدرجه اننا وللاسف الشديد كنا نتمنى من حتى اطراف الخصومه الجنائيه وحتى الاعلام يتعين عليه ان يحترم قرينه البراءه، لان كل شخص له خصومه مع القانون الجنائي يتعين ان ينظر اليه في كل المراحل ديال الدعوه على انه بريء. هذه قرينه دستوريه، قرينه كرستها قواعد الاجراءات الجنائيه وكذلك تكرسها المواثيق الدوليه لحقوق الانسان. الان كاين اخبار يقدر نعتبرها تنشر من طرف الجهات المشتكيه على ان الامر يتعلق بعصابه اجراميه تقوم بسرقه السيارات. نعتقد على ان هذا الامر ربما يعتبر نشر اخبار زائفه من شانها ان تنشر الرعب بين المواطنين والاحساس بعدم الاطمئنان، في حين ان وقائع الملف ومعطيات الملف ولا يسمح المجال هنا حفاظا على سريتها ما دام انها لم تناقش امام يعني المحكمه. وكنا نحن كدفاع سكتنا عن دفاع المتهمين، سكتنا عن هذا الامر ولم نخرج للاعلام، وربما كنطلبوا مني مجموعه من المنابر الاعلاميه ان اتحدث خلال مرحله التحقيق ولم اتحدث. لماذا؟ احتراما لسريه التحقيق، احتراما لسريه التحقيق لجميع المعطيات وجميع الوقائع التي يتم ترويجها او تراج اثناء مرحله التحقيق هي مشموله بالسريه. خرجت لنا يعني كم تم يعني النفخ في هذا الملف، والامر الذي تناسى او نسي طبعه المدني. نحن امام اطراف، وحنا كنأكدوا هذا هو الاطار المرجعي الذي يؤطر لنا هذه النزله بعيدا عن ما تم النفخ فيه. نحن امام موضوع مدني، امام اشخاص لهم عقود مع شركات مقرضه للسيارات، عندهم ديون لشراء السيارات، لم يتم اداء هذه الديون، تم استرجاع هذه السيارات او استخلاصها او تسويه هذا الامر. نحن نرجع للملتمسات اللي تقدمنا لها، وهذه ملتمسات طبعا نقشت في جلسه علنيه وتتبعتموها، ولا ضرر في ذلك ان ننشر ما تقدمنا به. تقدمنا بطلب استدعاء الممثلين ديال شركات القروض، لان شنو وقع دابا؟ السيارات تم استرجاعها من طرف شركات ديال القروض واسترجعتها. كاين السيارات اللي تم بيعها بالمزاد العلني في اطار يعني استيعابا للاجراءات المدنيه ديال استخلاص يعني ديال التسويه ديال هاد النزاع المدني، وكنسطر عليه النزاع المدني. والاكثر من ذلك كاين اطراف مشتكيه استرجعت سيارتها بعد إعادة تسوية وإعادة الجدولة مع شركة المقرضة. لهذا احنا طلبنا استدعاء هذه الشركات باش تأكد لنا واحد المعطى اللي هو ثابت، تأكد لنا بأن مجموعة من السيارات تم تسوية بخصوصها وأرجعت لأصحابها. أيضا باش نثبتوا بأنه، لأن خصكم تفهموا واحد العملية، راه عنصر باش نهضروا على السرقة خصكم عنصر الملك، هذا كنهضروا بشكل عام بعيدا كاع على معطيات الملك. باش تحقق لنا السرقة من أهم العناصر الأساسية لتكوين هذه الجريمة أن يكون الشخص مالكا للشيء المسروق به. احنا عندنا السيارات الأطراف غير مالكة لها، لأن كاين واحد العقد ديال الكراء، عقد إيجار المفضي إلى البيع في حالة استيفاء أو أداء القروض، في حالة عدم أداء ماشي وعد بالبيع. الشركة المقرضة ملي كدير كريدي وتاخذ السيارة، خصك تفهم هذه العملية، ملي تدير كريدي وتاخذ السيارة راه واخا كارت كريز سميتكو فيها هذاك العلامة، راه العقد هو اللي تيهمنا، العقد تيكون في سميت الشركة، أن الشركة المقرضة هي المالكة للسيارة، وأنت كطرف يعني كطرف مقترض عندك فقط حق الكراء كاريها، كتخلص الطريطات، نهار كتحبس الطريطات راه ما غاديش الشركة يحق لها استرجاع السيارة. وإلا كملتي أداء الأقساط يفضي هذا الكراء إلى البيع. وهذا المعطى الأساسي هو الذي تم تغييبه. نحن نسمع أصوات سرقت منا سياراتنا، نعتقد على أن نشر مثل هذه الأخبار يمكن أن تثير الرعب وسط المواطنين،
وما غيحسوش بالامان وغيقولوا بانه كاينه واحد العصابه كتسرق السيارات، في حين ان معطيات التلميذ ما فيهاش هذه المساله هذه. نحن لا زلنا نؤمن ببراءه يعني موكلين الذين نؤازرهم في هذا الملف، ونحن يعني نناشدكم ونناشد الاعلام ان يتحرى الحقيقه وان يحترم قرينه البراءه. قرينه البراءه مفترضه في هؤلاء المتهمين، وعلى هذا الاساس حنا طلبنا الصلاح المؤقت ولا زلنا نتمسك بضروره ان يتم تمتيع هؤلاء المتهمين بالصلاح المؤقت، لان الصلاح المؤقت الاعتقال ما يمكنش الاعتقال يكون في الحاله اللي يعني وسائل الاثبات حنا كنعتبروا لحد الان ان ما كايناش وسائل الاثبات في هذا الملف بخصوص المتابعه المستطره. واش نعتبروها سرقه؟ راه ما كاينش العناصر ديالها. نعتبروها اي وصف يمكن ان نسبغه على هذه الوقائع سنجد انفسنا عاجزين امام القانون الجنائي لتطيرها. بالتالي الامر بخلاف ما يتم الترويج له، نحن امام اشخاص يشتغلون لفائدة شركات ومؤسسات منظمة بمقتضى القانون المدني والقانون التجاري اللي كيتأثر مجال اشتغال ديالهم، يقومون باسترجاع السيارات، استرجاع السيارات وفقا لإجراءات ومساطر محددة، وعندنا وثائق ومحاضر ديال المفوضين القضائيين، محاضر التسليم الودي، محاضر المعاينات التي ثبت من خلال أن هناك تسليم ودي، كل القرائن حتى ديال الأطراف المشتكية التي كاين السيارات اللي تم استرجاعها من بعد تفاوض مع الشركة المقرضة وإعادة الجدولة بخصوص القروض المتراكمة والديون المتراكمة على أصحابها. جيدة مع الإعلام ولا أتهم الإعلام، الإعلام يجب، نحن فخورون بأن يكون الإعلام يواكب المحاكمات، لأن الإعلام هو السلطة الرابعة، السلطة التي تراقب ربما باقي السلطات، سلط الضوء الإعلامي على المحاكمات. نحن كدفاع نعتبره أمرا محمودا. نحن نستنكر يعني القيام بعض ما يسمى بين قوسين بالضحايا بالترويج لخطاب الإشاعة، بالترويج لخطاب التهويل، وبالترويج لخطاب يمس بقارنة البراءة. أنا أقول رجاء احترموا قارنة البراءة، الأشخاص هما موضوع الاعتقال ما عندهمش حتى الحق حتى هما باش يخرجوا للإعلام، ونحترموا هذه الوضعية ديالهم. تم حبس يعني حرمانهم من الحرية ديالهم، تم شحد يعني التهويل من هذه القضية، في حين الأمر يتعلق ب إذا مشينا في هذا الاتجاه هذا، أنا مع أن يتم حماية المؤسسات يعني ديال التجارية، المؤسسات البنكية، المؤسسات ديال يعني المؤسسات القروض العقود التعاقدية. ما يمكنش نمشيو في هذا الاتجاه، كاين عملية ديال نقدر نقولوا فيها تساؤل بخصوص طريقة استرجاع السيارات، ولكن لا يمكن لها أن تصل إلى هذا المستوى. هذا الأمر هو اللي غنناقشوه يعني أثناء مناقشة، ربما أثناء إن شاء الله يكون الملف جاهز للمناقشة، ستكونون على اطلاع على باقي حيثيات ومعطيات الملف، وربما ستقفون كإعلاميين على الحقيقة في هذا الملف، الحقيقة الفعلية، الحقيقة التي ظلت حبيسة الملف اللي هو معروض على القضاء، حبيسة الملف المعروض على القضاء، في حين يتم للترويج لخطابات أو لوقائع لا علاقة لها بالملف خارج أسوار العدالة. وهذا هو يعني الرسالة ديالنا، نحن نقول على أننا نؤمن ببراءة من نؤازرهم في هذا الملف، نؤمن بحقهم في أن يتمتعوا بقرينة البراءة طيلة أشواط أو طيلة أطوار المحاكمة. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.